تنساوش تابوناو فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. عندي تليفون شكون شكون فين غادي نطلع لك وير كل مدون فين غادي كف التاكسي ديالو غادي كندور فين غادي بغيتي شي توصيلة فابو فين غادي سولك شاورني تربح التليفون. او اغرس او اغرس او اغرس بو تايرتيني تاسيني. نعم مشاهدينا مرحبا بكم معنا ومرحبا بينا عندكم في حلقه جديده من برنامج فين غادي. فين هو غادي؟ حنا اليوم حطينا الرحال بمدينه بني ملال عيناس رجول مدينه الشلالات والكهوف الى غير ذلك. جينا باش نشوفوا كما العاده واش كاينه شي امراه ولا شي راجل اللي غتربح معنا هذا البورطابل هذا. مشينا انتو يلا هاتوي. يلا بني ملال يلا يلا ما بخا والو. شكون اللي بغى يربح معنا هاد التليفون هذا؟ شي واحد ما بغى يركب معايا بني ملال ولا شنو؟ ما بالك شي واحد بغى يركب تاكسي؟ ها شي واحد بغى يركب في التاكسي والو؟ ناهو والو شنو انت شويه حتى كطيح الشمس عاد كنكمل. ما تعرف الخير فين كاين؟ داكشي اللي كاين والله الا الغارديان عطاني حكمه اليوم. وا بني ملال وراه ما تعرفوش الخير فين كاين. السلام عليكم. راه ما تعرف الخير فين كاين؟ كاينه ولا لا؟ كاينه. الله يرحم لك الوالدين. يلا بني ملال شكون اللي بغى يربح التليفون؟ يلا ومع باس السرعه ما تعرفوا الخير فين كاين. يا بني ملال يا بني واحد البليصه هي خويا تاكسي. لا مرحبا غالبا خلاص الويفي. طلع طلع طلع. مرحبا سيدي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى. ورحمه الله. الحمد لله. مرحبا بك سيدي بني ملال. الله يبارك فيك. هو اللي خصو يقولها ليا ولكن انك واش عرفت هذا الوجه ولا لا؟ عرفته. معك بسو. وانا يخفى القمر. انا وليت قمر اليوم في بني ملال. شاركي معايا في واحد المسابقه. مرحبا. بصح بغيت تدوز في التلفازه؟ ندوز. غادي تدوز في رمضان ان شاء الله. فين غادي؟ الهدى. شكون هاد الهدى؟ هذه واحد المسابقه سميتها فين غادي. كنركبك معايا كنسولك خمسه ديال الاسئله الا جاوبتيني على ثلاثه غنوصلك للبلاصه فين غادي فابو ما تعطيني والو ياك وكتربح معايا تليفون. اوا كندوي معاك بصح. هادشي مزيان ان شاء الله. صافي حبيبي كنفرزك. عندك الحق الا ما عرفتيش شي سؤال انك تقدر تعيط لشي صديق. هادي ابيل جوكر. توقف تحل الزاج تسول شي واحد في الطريق اش بان لك؟ مرحبا. داو المسابقه ديالنا. اييه مرحبا. يلا السؤال الاول يقول اعطيني ثلاثة ديال السميات لمدينة بني ملال سابقا قبل ما تكون بني ملال. الاسمية واحدة قديمة. شناهي؟ بني هلال. انا بغيت ثلاثة. انا سردو. لا مدينة العيون. مدينة الداخلة. تعيطوا لي يا الاقليمية. هي وشنو اخر؟ انا داي اولا. داي 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 والعالي داي داي داي. وشنو اخر؟ جوج اسماء اخرين. قسمت شي حاجة وقسمت شي حاجة. قسمت بالكوش وي. وشنو اخر؟ ايوا الثالثة مع خصني ثلاثة انايا. ما عنديش فكرة. قسمت اسماعيلية. لا دابا نحسبوا هذا السؤال ونخليوه هكا نديروا ليه نص خلاص. سؤال ثاني. سؤال ثاني يقول لالا هاجر وقضي معايا مزيان راه ضاع عليك السؤال الاول مشى هكا كتفرج شوف الكره. كاينين ثلاثة ديال محمد بن بني ملال لعبوا مع المنتخب الوطني. ثلاثة ديال اللعابة قدام محمد ثلاثة كانوا لاعبين سابقين اللي رجع بني ملال لعبوا مع المنتخب الوطني المغربي في الكرة. في التنس. وانا راه عرفتي بيني وبين الكرة خير الإحسان. واه باغي تفرش الكرة. أنا ما عنديش مع الكرة سي باسي ولكن مع الجولف. محمد باباي كاين. باباي وين؟ باباي كاين. يلا زيدني غير جوج راه إلا ما كملتي غنقول لك باي باي أنت. أنا محمد مديحي. أيه معلم مديحي. بلاش نعيط دابا ممكن. يلا عيط. طبور محمد طبور. لا هذاك حسن الفد هذاك. كاين بن بركة. الولد. شكون الولد؟ الله يصلح. لا محمد النجاري. ماشي محمد النجاري. وقالوا لي ثلاثة ديال الدراري ولاد بني ملال كانوا لاعبين في المنتخب. ثلاثة الدراري. رجال. لاعبين. لا ما عنديش اليوم. ما عنديش. ما عرفتش هو. محمد باباي. محمد براوي. كاين محمد مديحي. مديحي هو المدرب ديال بني ملال حاليا. أنت غير كتكونفيرمي اللي قلتي لك السي عبد السلام تقول لي أييه كاينة. ترى بحرافيق من الناس. من الناس للطاكسي. ما عندهاش شي سؤال. لا تروازيام كيسيون. عيناس رجول متى تم الاعتراف بها كتراث وطني؟ عيناس رجول بالامازيغيه اش؟ عيناس رجول هو البغل. لو مولي. لو مولي. ميرسي بوكو. اعطيني واحد التاريخ. قولي لي متى؟ عام الروز. 1900 وشحال؟ 98 تأهل لمنتخب المونديال. عمر. 1847. لا. 1958 زقلتيها ب 11 عام كنت تزلور شويه. 1947. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. ندوز للسؤال الرابع. مثل مغربي يقول يجوره في الحيط حسن من سؤالات هاد واخويا ياك ولكن تراد زوين. يجوره في الحيط حسن من اش؟ نطلق الحيط. لا جواب خطا. والو والو. يجوره في الحيط ولا والو حبيبي ما عرفتش. يجوره في الحيط حبيبي ما عرفتش. يجوره في الحيط حسن من ياقوته في الخيط. علم اشتي. يا سلام. ولا جوهره في الخيط وشنو المعنى ديالها؟ يعني ما تريش القصدير بني الدار. ساعة
السؤال الاخير يقول كاينين خمسه بعدا خمسه شنو هي اخيب اكله مغربيه تعطيها لك الام ديالك حاجه كليتها عند الوالده ديالي من ناحيه جاز كتكون خايبه كاع ما كلتنا زوينه انا عارف الامهات كيطيبوا مزيان ما يكون الكرعين شي حاجه كتلصق لا ليست الكرعين وين هذه شي حاجه كتلصق سكوتش قاليا ما عمر عطاتني شي اكله خايبه ياك انا عطاتها ليا العصا شنو تقدر تاكلها عند الوالده العصا كاينه ولا لا وانت ثاني تخصص العصا اليوم حيت جاوبتني على سؤال من بين خمسه يلا نزل من هنا الله يعطيك العصا نزل نزلي هاجر بحال هكا الله يرحم ليك الوالدين لا واه عبط الله ما بقاش تنزل هنا فين كنتي غادي بعدا ولا واه صافي قريب هنا شويه تبارك الله عليك الله يلاقينا في شي فرصه احسن غادي تخلص الضوياك ميرسي خويا يلا تبارك الله عليك مبروك عليك هاد التليفون الله يعطيك الخير ودازي بالسوق احسن هديه من دوزان وشكرا على البرنامج الشيق وفرحتونا بارك الله فيك شكرا ومع السلامه الله يبارك سي بس عندي تليفون شكون باشكون فين من طنجة لبنان كل مدون فين غادي راكب في الطاكسي ديالي وغادي تندور فين غادي ويا بغيتي شي توصيلة فابور فين غادي نسولك جاوبني صباح التليفون